اهلا وسهلا بكم مره تانية. وعن الاكسسوارات طبعا احنا النهارده فقراتنا ممتازه. النهارده هنتكلم عن الاكسسوارات وجميل الاكسسوارات عشان العيد اللي داخل علينا وعشان الحفلات اللي هتبقى ان شاء الله موجوده. عرفيني يا استاذه هند بالحلقه الجميله النهارده. والله انا مش عارفه صراحه اتكلم عن ايه ولا ايه النهارده. لا هو اسرار الحياه النهارده عامل اسرار الحياه النهارده جايب لكم كل حاجه. الستاره، الكفر الانتريه، وهنختم النهارده بقى بالاكسسوارات الهندي بي. طبعا احنا مهما نتكلم على الاكسسوارات الهاند ميد مش هنديها حقها، لان الاكسسوار الهاند ميد مش مجرد قطعه حضرتك بتوصليها للعميل، لا ده فيها تعب وجهد وغير كده وكده حب. اي قطعه بتوصليها للعميل بتبقى حباها. الاكسسوارات الهاند ميد كويسه جدا، وخامات وماتيريال وفينش عادي تمام. كمان احنا الطعم بتاع العيد طبعا مش هيكمل غير لما يكون في اكسسوارات تليق على الطعم بتاعنا. جايبين لكم جميع التصميمات والاذواق بتاعه الاكسسوارات الهاند ميد مع طبعا قائده من قواد الاكسسوارات الهاند ميد بانسي مصطفى. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه. اهلا بك، نورتينا في اسرار الحياه. ميرسي جدا. عرفيني بقى على بيتجك وعلى حضرتك اكتر. تمام. اولا صباح الخير، كل سنه وانتم طيبين. انا بانسي مصطفى، بعمل اكسسوارات هاند ميد من الاحجار الكريمه ومن الفضه ومطليه بالذهب بعيار 18. دي بعض النماذج من شغلي. ما شاء الله شغل ممتاز. ميرسي جدا. لا يعني برضه عارفه البيج بتاعي. البيج بتاعتي اسمها احجار اي جي. احجار تمام. اي جي ايجيبت يعني، بس هي كاتبها اي جي. الفكره جات لك ازاي او ابتديتي تشتغلي في الاكسسوارات من امتى؟ من وانا صغيره بحب كنت اعمل اكسسوارز للعرايس بتاعتي. يعني موضوع هوايه. لا هوايه. وبعد كده لما يعني كبرت بقيت اعمل اكسسوارات لاخواتي لمامتي. انا اول حد جربتي فيه هو اخواتي. وهم اول حد شجعوني بصراحه، وبالذات مامتي يعني. طب ايه اول حاجه عجبتك وقلتي بقى خلاص انا لا انا اشتغل بقى في المجال ده؟ عجبتني انا؟ عملتيها؟ اي حاجه انا بعملها بتعجبني. لا عملتيها او حد شجعك قالك لا انت ده حلو؟ مامتي واخواتي. يعني انا بعمل حاجات ولادي وبناتي الاثنين. هم اكتر حد. دول اكتر حد بصراحه شجعوني، فهم قالوا لي يعني ان انا ابدا يعني ان انا اوري صحابي اعرض عليهم، فانا بقيت اعمل كده فعلا. لقيت ان هم بقى يقولوا لي الله دي حاجتك حلوه قوي، ايه ده انت جايبه الحاجه دي منين؟ بقيت في ناس بتوقف ولادي ان انا ايه ده انت جايبه الاكسسوارات دي منين؟ يعني بقيت بعمل اكسسوارات لبناتي برضه. بس فبدات الموضوع، يبقى قلت طب اجرب اعمل بيج واخليه مشروع ليا صغير كده. جميل طبعا. بقى لي 3 سنين يعني داخله في الرابعه. حلو جدا ان شاء الله عليكي، ممتاز. بس يعني 4 سنين بالشغل ده؟ لا ده انا عايزه بقى كمان اديك المفاجاه. 4 سنين خشي بقى على البيج بتاعها هتلاقي لا كميه ريفيوهات ما يجيش من سنها الصغنون ده. بس خبره طبعا كبيره ان هي توصل في المجال ده. ده غير كمان اللي فيه بازارات. اكيد هي حابه المجال ده عشان كده. انا بحب الهاند ميد جدا. الهاند ميد لو انت مش حباه مش هتخرجي اي حاجه منه. لا هو ما شاء الله عليك شغلك ممتاز. كلمينا بقى عن شغلك الجميل اللي قدامنا ده. الاحجار ايه هي والخامات؟ تمام. انا الخامات طبعا هم اغلبيتها احجار. انا بحب اشتغل بالاحجار اكتر. مثلا زي ده كده، ده لولي. لولي طبيعي. تمام. زي ده كده ده برضو لولي طبيعي. هو الابيض ده. بحب اشتغل بالحاجات اللي هي زي دي كده اسمها الزيركون. الزيركون دي يعني زي الالماس بالظبط. يعني بيستخدموها، حتى الفصوص بتاعته بيستخدموها بتوع الذهب في المجوهرات بتاعت الذهب وكده. طبعا عقيق، هاماتايت، مرجان، عقيق. تمام. يعني في انواع كتير. ده حجر الحب اسمه روز كوارترز. طبعا الاحجار يعني طبعا ليها اثار على الجسم وكده لانها طاقه. في ناس يعني كده. بتحب يعني مش مجرد بالظبط، مش مجرد ان هي احجار اكسسوارات تلبسيها وخلاص. لا يعني في احجار بتتلبس، يعني كل حجر ليه طاقه يعني للجسم. تمام. طب ده حلو جدا. احنا اول مره نعرف ان الاحجار ليها تأثير على الجسم. اه
حلو جدا. انت واخده طاقه ايجابيه كبيره جدا اشتغل في الحاجات دي. الحمد لله. الحمد لله. الحاجات اللي زي دي مثلا ده تورمالين اللي هو اللي وراه. حاجات الكاميرا يا ريت لو تجيب الشغل الممتاز ده يعني حاجه ما شاء الله عليك. مش عارفه هو باين ولا لا. هو البيج كل حاجه باين. كل حاجه الكاميرا الحاجات الجولد دي كلها برضو انا اللي عاملاها هاند ميد. بتغير بقى لونها؟ لا لا ما بتغيرش. كل حاجه كل الحاجات دي مطليه ذهب. ذهب عيار 18. الشكل ده عامل زي الشكل هندي كده. أو الهلال ده أو ده هلال فعلا ديزاين هندي. لا جميل بحبه جدا. برضو بعمل اللي هي الصدف اللي عليها الأبراج. حاجات زي دي كده. لا جميل. إن شاء الله بقى في شغل جديد نازل بإذن الله قريب. فمش عايزه احرق بقى المفاجاه. لا ان شاء الله كلهم هيتابعوا البيج بتاعك ويشوفوا الحاجات الجديده باذن الله. بس كشغل جميل زي ده اكيد بياخد وقت ومجهود. طبعا اكيد طبعا. يعني هو بياخد وقت. بياخد وقت أكتر. العقد مثلا بياخد قد ايه؟ بصي هو كل عقد على حسب الديزاين بتاعه بياخد قد ايه وقت. يعني مثلا ده يعني لولي ده ممكن ياخد مثلا يوم. يوم كامل. ممكن مثلا حاجه زي دي لا سوري معلش مش يوم كامل يعني ممكن مثلا 3 4 ساعات هو ده اللي ممكن ياخد يوم كامل ده واللي وراه. طبعا الوان كلها داخله في بعض. البرم ده بياخد وقت. ده بقى اكتر حاجه ممكن فعلا تاخد يوم كامل. ده تورمالين وبيتعمل بحط فيه مسامير والمسامير بعد كده بدخل فيها كل حبايه وبعد كده بتني. يعني موضوع كبير قوي. موضوع والحاجات دي كلها مطليه فضه. انت اللي بتعملها على ايدك الشغل ده كله؟ ممتاز. كل حاجه انا اللي بعملها بايدي. بتركبي المسامير والحاجات دي؟ كل حاجه. كل حاجه بايدي. بتشوفي التصميمات على النت ولا هي بتطلع من دماغك كده يعني؟ انت اللي بتصممي؟ لا 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 من دماغي. يعني انا ساعات بقعد ارسم حاجات يعني ديزاين معين في دماغي. بعض كده اعمل كروكي. انا يعني مش برسم يعني مش برسم كويس يعني بس بعمل كروكي. لا لا بيبقى الديزاين محطوط قدامي بس. وممكن طبعا انا بتفرج طبعا على الديزاينات على النت والكلام ده ممكن اخد منها افكار. بس افكار بقى مثلا ممكن اغير دي مكان دي اغير مثلا احط لون مكان لون. مثلا احط احنا معانا صور شغل حضرتك ما شاء الله يعني حاجه ممتازه. ده مرجان جميل طبعا. والتصميم عالي. طيب بمناسبه بقى اللي انت بتعملي كل حاجه حضرتك انت درستي المجال ده ولا كانت هوايه؟ لا يعني هوايه اكيد. لا هوايه. وانا اصلا ليسانس اداب علم نفس. يعني ده في الشارع وده الجنزين دي. انا هوايه يعني زي مثلا مهندس بيحب مثلا رسم. بعيده خالص يعني عن الدراسه نفسي. بس بيبقى الهوايه بتبقى ساعات احسن من التعليم. يعني انت التعليم مضطرين عنده شكل كده. لا والله مش مضطر. بقطعك كتير معلش. لا ولا يهمك. ولا يهمك. الو الو استاذه امل. ايوه اهلا وسهلا بك يا فندم. مامي بدأنا بيها. مامي ازيك يا استاذه امل؟ هاي بانتي. هاي منوره يا استاذه امل. ميرسي يا فندم. ميرسي على ذوقك. ربنا يخليك. عايزه بقى كلمه حلوه بقى لبنوتك الجميله. مامي والله بالنسبه لبنوتي والله هي كلها ذوق ورقي في الاكسسوارات بتاعتها. وهي فعلا بتحب الشغل بتاعها جدا جدا. وربنا يوفقها ان شاء الله. انا اللي عايزه اشكرك جدا جدا يا مامي بجد. مامي بجد بتساعدني قوي ما بيكون عندي معارض وما بيكون عندي شغل كتير. بجد بتيجي تبات معايا وتقعد تساعدني وهي بجد بتديني افكار برده وتقعد تقول لي لا حطي دي مكان دي. يعني لا مامي كمان ذوقها يعني ذوقها حلو قوي. يعني في حاجات كتير هي عاملاها معايا بصراحه. ميرسي يا ماما. ميرسي لكلك ذوق وكلك رقي. فطبعا حاجتك بتطلع جميله عشان انت بفضلك والله. بفضلك. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي قوي. اشكرك. شكرا يا امل. اشكرك يا مامي. دي احلى بقى مكالمه جات لك النهارده ان شاء الله. اي فعلا. بتدعمك يعني هي كمان بتدعمك. بصراحه ماما يعني في ظهري دايما زي فعلا ما بيقولوا. فعلا لا بجد مامتي
حاجات عليها. لا وبابايا كمان ربنا يخليه لي برده يا رب برده بيشجعني لما بنزل معرض دي بقى. احنا من غيرهم ما نسوش حاجه من اصحابي طبعا أكيد. طبعا أكيد. واختي واخواتي الصبيان برده. بصي هي كمان استاذه فانسي ان هي كمان متجوزه وعندها عندي بنتين صغننين، فطبعا ده بالنسبه لك تعب اللي انت تصمم صعب. طبعا وتنزل بازارات، وعلى فكره البازارات هي اللي بتقول لها تعالي، مش هي اللي بتفرض نفسها على البازارات. يعني هم اللي عايزين يعني يستحق شغلك ممتاز ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك. يعني بس زي هند انت كنت تسالي سؤال وانا قطعتك، ده اهم حاجه دايما بقطع كده. لا يا قلبي ازاي بقى اختار الاكسسوارات المناسبه للملابس؟ انا شايفه مجموعه تشكيله حلوه كده، بس عايزه يعني ده يناسب ايه وده يناسب ايه وكده. ازاي اختار الصور حضرتك الشغل الحالي ما شاء الله عليك. يعني بصي هو كل لبس ليه ستايل معين في الاكسسوارز، ف يعني مثلا معلش انا اسفه، يعني مثلا يعني ده عايز مثلا طب مقفول عشان يبان وحاجه ساده مش مشجره، ده برده على حاجه مفتوحه مثلا توب او هارت يتلبس عليه. حاجات السبورتيف بقى حاجات كده، او حاجات البحر الكاجوال، الحاجات دي حاجات زي كده بتاعه الصيف الجميله بالظبط، الالوان المبهجه بتاعتها بالظبط كده اهو. لا جميله كل دي حاجات يعني تنفع السبورتيف والسيف والبحر بس هما بتغيرش لون، كل الحاجات دي برضو مطليه ده برضو حلو. الفضه ده خالص ساده ده يليق على اي حاجه، ده فضه بيور ده برضو انا اللي عاملاه. لا جميل شغلك ممتاز. لا وهو كمان يليق على اي حاجه بالظبط، برضو ده ينفع يعني ده ينفع مثلا حاجه بعد الظهر. حاجات الجولد دي ممكن تنفع مثلا ايه مش شرط كلهم على بعض، عشان طبعا حاطه كذا سلسله على بعض. يعني ممكن سلسله واحده ممكن تنفع مثلا بنوته رايحه الكليه، رايحه النادي، رايحه لا شيك قوي ده بخروجه كده سيمبل، فاهمه؟ فكل حاجه ليها لبسها لبسها والستايل اللي مناسبه بتاعتها بمعنى اصح. بالظبط بالظبط. طب بتشتغلي في كل محافظه؟ كل المحافظات ببعت لكل المحافظات ما شاء الله عليك. عندك شركه شحن وكده؟ لا بتعامل مع شركه معينه يعني، ومندوب هنا في اسكندريه برضو. بس اهم حاجه مندوب عندنا احنا في اسكندريه. يا من اسكندريه تحياتي لاهل اسكندريه طبعا. ربنا يخليك اهل الجميل كله. طبعا عايزين برضو نتكلم استاذه ايه عن الاسعار. اكيد السعر بيختلف يعني حاجه عن حاجه بتختلف، الماتيريال بتختلف بالظبط. الاسعار طبعا بتعتمد على الماتيريال والوقت اللي باخد فيه الـ الـ الشغل اللي انا بقعد يعني بشتغل فيه. تمام. يعني بصي يعني انا مش قادره احدد طبعا سعر حاليا من كذا لكذا، بس هو يعني انا مثلا ايه بشوف مثلا ده متكلف قد كده، ويعني انا جبت الخامات بقد كده واخدت وقت فيه مثلا ساعتين ثلاثة أربعة يوم فبحسب بقى يعني ده على مجهودي فبيطلع السعر بقى النهائي. تمام. بس احنا كل حاجه على مجهودها. بس احنا اللي ملاحظينه برضو ان المصداقيه عند استاذه فانسي اهم من الناحيه الماديه. طبعا يعني طبعا مش دي اهم حاجه جدا. اهم حاجه يعني بالنسبه لي اولا الصور انا بصورها بنفسي، والشغل والديزاين والحاجات دي كلها انا بعملها بنفسي. فالصوره زي ما بتطلع لك يعني زي ما موجوده على البيج بتطلع لك بتاخديها بالظبط، يعني بمعنى صح الحاجه اللي هطلبها هي اللي هتجيلي بالظبط، نفس الشكل ونفس الماتيريال بالظبط. طبعا لان ده سمعتي. طب ازاي برضو اضمن العميل انا اديتيني حاجه انا لسه ما شفتهاش ومشيتي ولا بتستني اشوفها؟ ازاي يعني اشوف الماتيريال واشوف الحاجه بتاعتك ولا لا؟ انا اوريدي بكتب الماتيريال بتاعتي على الـ على الـ على كل عقد تحتيه الماتيريال بتاعته، معمول من كذا ده يعني معمول كمان لما بيوصل للعميل بيشوفه، ده مطلي ذهب كريستال صدف لولي طبيعي زيركون، وبكتب انا حتى الاقفال بتاعتي كلها مكتوم عليه. لا مش مختومه بس كلها ذهب سيني. ذهب سيني ده ما بيغيرش لون، هو درجه اولى ما بيغيرش لون خالص، ما بتاثرش بميه ولا لا خالص. انا عندي حاجات اللي انا بستخدمها شخصيا بنزل بيها البحر. فما بغيرش لون. احنا بنستخدم كحول حاليا. لا طب معلش معانا مداخله استاذه داليا. الو دكتوره داليا صباح الفل. صباح النور يا دكتوره، منوره الدنيا كلها. ربنا يخليك يا حبيبتي. صباح الجمال. كل مصر طيبه وانت طيبه. انت اخبار حضرتك ايه؟ عايزين بقى كلام كويس. دكتور داليا ازي حضرتك؟ صباح
صباح الجمال يا جميلات، ربنا يخليكم، معاكم بنتي فانسيل جميله. حبيبتي الله يخليك، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. الصحه والجمال. كلميني عن شغلها بس شويه كده. تسلم ايديك، إيه على ما هي مدياني كليه جميل، ربنا يخليك يا فانسيل ويفرح قلبك. ربنا يخليك. وبنقول دايما تسلم الايادي الذهبيه، صدقيني ربنا يخليك. يعني الانامل دي الفنانين اللي احنا لو حطينا صدقيني يتلف ايديهم في حرير. الصبر والصمت والشغل والكفاءه والامكانيات، لو حاجتهم دي اتصدرت نتحدى بيها العالم كله تحت شعار صنع في مصر. ايه الجمال ده؟ الجمال ده جميل. ميرسي يا دكتور، ميرسي يا دكتور، ربنا يخليكي. يا حبيبتي، واحنا عاملين جروب هنا في اسكندريه تجميع للفنانين الهاند ميد على مستوى اسكندريه. انا دايما بحضر معاها الشريف، بيدعم وواقف جنبهم كلهم، والمعارض كلها ان شاء الله بتتعمل معارض مجانيه في اسكندريه للفنانين اكيد عشان نصدر للعالم كله نشوف كفاءه الفنان المصري وخصوصا الفنانات المصريات. أكيد يا دكتورة، أكيد يا دكتورة. نشكر حضرتك. أشكرك يا دكتور، أشكرك. إيه الكلام الحلو ده؟ إيه ده؟ دكتور داليا غبريل في مجلس النواب وعندها بتعمل معارض كتير جدا خيرية، بتشجع اللي بيشتغلوا هاند ميد سواء بقى كروشيه، إكسسوارات، تابلوهات، ألوان، يعني صراحة يا جميل يعني جدا. هي تقف جنبيكوا كده وتدعمكوا، ده شيء كويس جدا. جميلة، هي شخصية كمان جميلة جدا. كنت بقول لحضرتك قبل الاتصال، شغل حضرتك بتأثر بالكحول؟ أكيد احنا عندنا دلوقتي يعني كحول كتير جدا بنستخدمه. بصي يعني حاجات وحاجات، مش هضحك عليك يعني. حاجات وحاجات يعني، مثلا حاجات زي دي لا ما تأثرش بالكحول. بس لاني بقول لك بنزل بحاجات زي دي البحر، فالميه المالحه تقريبا الكحول بيبقى شديد قوي على الحاجه يعني، حتى لو الخامات اصلي 100% برضه لازم ياثر عليها. بصي ما فيش حاجه ما بتاثرش يعني، حتى الذهب حتى الفضه هتلاقيه خلاص يعني. الدايموند نفسه اصلا بتلاقيه بعد كده بيطفى شويه، لازم تروحي تلمعي. الذهب بتروحي تلاقيه اطفى، بتروحي تلمعي. الفضه كذلك. المهم ان احنا نحافظ على الحاجه بالزبط كويسه. بالظبط كده. بالنسبه بقى احافظ على الحاجه كويس، ازاي احافظ عليها؟ ما نستخدمش عليها كحول زي ما قلتي، حتى لو مثلا في علبه هي يعني تتحط في. طب لو حد مثلا المحها بايه؟ تنصحي بايه بالظبط المحها؟ يعني المعها بيها واخليها شكلها حلو. اكسسوارات، بصي في مواد معينه مثلا للفضه، حاجات الفضه بتلمع بيها، او ممكن كربوناتو، حبه كربوناتو بميه كده، فرشه سنين، حاجات الفضه تتلمع كده، او فوطه مبلوله كده بتتلمع على طول. بصي ما جربتش بصراحه، بس انا بستخدم زيوت معينه والكلام ده، بس انا مش فاكره اساميهم بصراحه. فانا لما حد بيقول لي انا ببعت له صوره الزيت اللي انا بستخدمه. تمام. يعني اي عميله مثلا تقول لي انا حافظ عليه زي كده، ببعت لها صوره الزيت اللي انا بستخدمه. بالنسبه للعملاء بقى، ما جالكيش عميل قال لك انا عاوز مثلا؟ طب ماشي، معانا اتصال، معلش. ايه الحكايه؟ الو. الحمد لله ما اتكلمتش. انا اتكلمت. الو. الو. انا وسهلا بيك يا فندم. ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله كويس. معلش عرفينا بس بنفسك. انا الو. ايوه مع حضرتك. معاكي استاذه فانسي. ايوه. عرفينا بس على شغلها، ايه رايك في شغلها؟ كلمتين فعلا. انا كنت بجيب من عند فانسي الاكسسوارز، وفعلا والله الاكسسوارز الكواليتي حتى بتاعتها جميله جدا. بالنسبه حتى الاسعار يعني هي بالنسبه لي كانت احسن اسعار واحسن كواليتي اساسا بالنسبه للناس الباقي اللي انا اشتريت من عندها. وفعلا الاكسسوارز، لا انا كل الاكسسوارز اصلا من عندها حبيبتي. يعني ده شرف ليا يعني، ربنا يعني يكبر لك المشروع بتاعك اكبر واكبر كده. ميرسي يا حبيبتي. اكيد مرسي. اكيد احنا كلنا بندعمها هنا، ومن برنامج اسرار الحياه احنا بندعم الاستاذه بصراحه، لان الحاجات بتاعتها ممتازه، وهي كمان واثقه من شغلها وحاجتها. الحمد لله. نشكر حضرتك يا فندم، شكرين جدا على المداخله الجميله. ايه الجمال والمداخلات دي؟ الحمد لله. اظن يعني الناس مشتاقه ان هي تكلمك على الحاجات اللي انت عملتيها. الحمد لله. وفي كمان الريفيوهات يعني، الناس عشان تطمن اكتر ريفيوهات، ان كل العملاء بتوعي عاملينها على البيج، كاتبينها على البيج. تمام. طب احنا طبعا حلقتنا جريت في ثانيه، فالتواصل معاكي برضو في السريع كده؟ التواصل معايا بيبقى عن طريق الفيسبوك. حاجه مكتوبه اكيد على تمام، عن طريق الفيسبوك والواتساب. مكتوب دلوقتي يعني، مكتوب كل حاجه مكتوبه.
انا طبعا مش شايفه الدنيا وكل حاجه بتتكتم. كل حاجه بتنزل على الشاشه ممتازه. الرقم الواتساب والبيج بتاعتي بيبقى على الماسنجر. نشكر حضرتك وشغلك ممتاز وبالتوفيق ان شاء الله ونجاح لنجاح. اشكرك على الفقره الظريفه ديت وبتمنى لك المزيد من النجاح والتفوق باذن الله. يعني يا رب بس الساده المشاهدين النهارده يكونوا استفادوا معانا وانتظرونا في حلقات تانيه كتير جدا مع برنامجكم اسرار الحياه وكل جديد مع اسرار الحياه. اكيد.